مسوا بالخير بقى في حياتك يا اختي. الباقي في حياتك يا اختي. شدي حالك يا ام عزيزه. شد على الله. خلي بالك من نفسك ومن عيالك يا اختي، الحزن مش هيفيدك. شدي حالك يا اختي. اتمسي بالخير يا اختي وشدي حالك يا ام البنات. ربنا معاكي. هلا الله يعني هنا مين؟ أنا مصحى. أصل الحاج سليم جاي عزيك يا ست دولة. اتفضل يا حاج سليم. حاج سليم أهو، حاج سليم أهو. اتفضل يا حاج، اتفضل اتفضل يا حاج. الباقية في حياتك يا ست دولة. حياتك الباقية يا معلم. كنت بعدت شوية حاجات كده، يا ترى وصلت؟ أيوة وصلت. كتر ألف خيرك يا معلم. ما تقوليش كده، الخير خير ربنا، هو البني ادم فينا ليه في نفسه حاجة؟ ربنا يهديك ويراضيك يا معلم. مصعد سيبنا لوحدينا شوية. مين؟ يلا يا مصعد سيبنا لوحدينا. حاضر يا معلم. بكرة الظهر تجيني هناك. ليه خير؟ عشان نخلص الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه. لا أنا مش هقدر على الشغل دلوقتي يا معلم، مش وقته. ده كلام برضو. ده هو ده وقته. امال هتنزلي الشغل امتى وتساعد العيال دي امتى؟ يبقى يسهلها ربنا. بكره مستنيكي ما تتاخريش. حاضر حاضر. يحضر لك الخير والهنا وكل اللي تتمنيه. فوتك بعافيه. يعافيك يا معلم، شرفت. يشرف مقدارك يا أصيلة يا بنت الأصول. تصبح على خير يا كتاكيت. تصبح على خير يا كتاكيت. ها لقيتوهم؟ لا يا ماما ملقيناهمش، بس مسيرنا هنلاقيهم. أنا مسعد. أهو يا معلم. أنا أهو. أنا أهو يا معلم. انت لسه ما روحتش هلا؟ ما انا ما اقدرش ابعد عنك يا معلم، وخصوصا وانت كنت عاطف. يلا يا اخويا. كنت عاطف يلا معاها. يلا روح. اتفضل يا معلم اتفضل. حنين يا معلم انت معلم. في ايه؟ ما توحدوا الله يا جماعه. لا اله الا الله. رسول الله. محمد رسول الله. شايفكم يعني شايلين الهم والغم ده كله عشان ايه؟ وكانوا نحن اللي موتناه. من الليله دي مش عايز اشوف حد فيكم واصل. ليه وش الخير؟ وش ده بقى نحس على حضرتك ولا ايه؟ لا، العيال والد يحيى ومرته شافونا واحنا مع بعضينا ماشيين. وشرفك لو وقفونا قدامهم ولا هيعرفونا. يا راجل يا غشيم، ليلتها كانت القمره مداريه والدنيا عتمه. المساله لا هي قمره ولا هي عتمه، المساله ان احنا عددنا ثلاثه، واي ظهور لنا مع بعضينا ممكن يستدلوا علينا. يا سيدي، هو احنا بنروح بلدهم دي الا من حين لمين؟ باه، نحن هنفضل ساجنين روحنا ولا ايه؟ مش هنقدر نروح نواحيهم؟ كل واحد يروح يشوف مصالحه، المهم ما نتقابلش اليومين دول. والافراق ده لحد ميت ان شاء الله. لحد ما اللي بيجوا ورانا يهمدوا. العشاء يلا قومي انت هتطبلي عشان تقعدي تاكلي. في ايه؟ بكيفكم. الكلاب والله لو راحوا اخر الدنيا. لازم اوصله، لازم اعرف ابوكم مات ازاي جابوه لحد بيته ومشوا قبل ما اشوفه. الله يسامحك يا يحيى، لو كنت بتقولي على اصحابك ولا فين مكانهم ما كانش حالي بقى كده. يعني الويل اللي اتحط عليا بموتك زاد عليه الويل الفكر في ازاي. يا ترى كان بيدك ولا بيده؟ انت اللي رحت للموت برجليك ولا الموت هو اللي جاك لحد عندك؟
نفسي افهم ايه؟ نفسي افهم. ساعة كتير يا معلم، الغايب حجته معلم، ما تقلقش. انا مش قلقان يا اخويا، لا مستني حد ولا مدي معاد لحد. يعني بعد اللي حصل لها ده مش هتلين يعني؟ هي مين دي قاضي اللي هتلين؟ اللي عليها العين والنية يا معلم، المزة يا معلم. دولة ادعي بالكلام ده وشيل الكلام ده من نفوخك انا. بقول لك يا معلم، انا هقول لك على حاجه. الشغلانه اللي انت كلمتها عنها قبل الراجل ما يموت، كلمها عليها الوقت عادل كده. كنت بتتصنط عليا ولا؟ لا ما بتصنطش يا معلم، انت اللي صوتك كان عالي يعني. يا اخي انا مش عارف ربنا ما خدكش انت ليه بدل جوزها ويريحني من امثالك. بيقولوا يالا ان موتة جوزها دي فيها حاجه. لا حاجه ولا احداث يا معلم، الراجل طول عمره رهيف ومش حمل الشدايد. يعني ايه يالا؟ يعني افهمها زي ما تفهمها يا معلم، ومفيش داعي نجيب سيرة الناس. بس هما بيقولوا ان الراجل ده مات وهو رايح على بيته. مش يمكن يكون مات وهو طالع من بيته، ولا يمكن كان مزود العيار شويه لحد ما فلت منه وطلعت روحه. معقوله؟ زي ما بقول لك كده يا معلم، انت ما بتفهمش. زي ما بقول لك، واللي اكد كلامي ان حكيم الصحه ما صدقش ان مات موتة ربنا. الراجل يا ولدها كان زي الخيال، طول بعرض كده، والناس اللي يقول لك كان بيبلبع، واللي يقول لك بيشد انفاس، واللي يقول لك البتاع الاسود ده ما بيطلعش من تحت لسانه. وعشان ايه ده كله؟ عايز يتوب، عايز يدلع نفسه يا معلم، انت ما بتفهمش. بس بعيد عن السمعين يعني، لا قدر يتوب ولا قدر يدلع نفسه وروحه طلعت. انت هات ظنان يا لو ظنك مش في محله، ظنك كذاب. انا ما بظنش ولا حاجه يا معلم، وعشان اثبت لك ان انا ما بظنش، ما كانتش عملت الرئيسه دي قدام بيتها عشان تعرف الناس ان المساله تمت بعيد عنها. يالا غور من وش يالا، ربنا يكفينا شرك. طب ما تقول ربنا يكفينا شر الحريم اللي بتلحس عقل الرجاله التعبانه. يا واد امشي يا واد من وشي، انا مش عايز اشوف خلقتك. يا سليم يا سليم. بقول لك ايه يا سمسم، اروح اشوف لك اتاخرت ليه. يا ولا سبحان الله يا جدع، مش ده الموضوع اللي لاحس مخك ومبوظ مزاجك؟ انا اللي غلطان، غلطان من ساسر راسي. غلطان علشان امنتنا على سرك، ولا انا اللي غلطان علشان بواعيك؟ هو في حد في الدنيا يامن لابليس زيك ولا ياخد مني مشوره؟ اسمع هلا، ما تجيبش سيره الحرمه دي خالص، وبطل السهريه دي خالص، واتفضل روح شوف شغلك، روح خور من وشك. خلاص يا جدع، زعل ليه؟ هو انا اللي تعبان ولا انت يا سمسم؟ ها؟ خلاص. كفاية بقى كابتن عباس، خد كمان. صحابه دول مين اللي شاغل نفسك بيهم؟ هو كان في معاملة بينهم؟ لا معاملة ولا حاجة. أمال أنت تعبان نفسك ليه وجاي المشوار ده كله عشان تسألي عليهم؟ أنا بس جه في بالي إنك ممكن تكون تعرفهم. أنا ما عرفلوش حد، ولا أعرف حتى بيقعد فين. الله يرحمه كان يا دوبك يسلمني الوردية وتنه ماشي ونتقابل تاني يوم. يعني الناس دي أنا مش هقدر أوصل لها؟ الله أعلم. ما تريحيني يا بنتي وريحي روحك، وقولي عاوزه منهم ايه. ابدا، انا كنت عايزه بس اتقابل مع كل اللي كان المرحوم يعرفهم،
عشان لو كان مديون ولا حاجة خلص ذمته. دي الحقيقة؟ هي وما فيش غيرها. بالمناسبة هو يحيى كان مديون ليك. ليا أنا؟ أيوة كان عليه فلوس يعني. الله يرحمه، ولا كان عليه ولا كان له، وذمته من ناحيتي خالصة ومنتهية، والشاهد ربنا. ونعم بالله. قلتي لي إنك سلمتي في الإدارة شهادة الوفاة. أيوة سلمتها، بس لسه عاوزين مني شوية طلبات. والطلبات دي هتجهز إمتى؟ يومين كده وهبقى أوديها. وليه العطلة دي يا بنتي؟ ما توديها دلوقتي. يا ريت كان بيدي. لازم أن القاضي يحكم الأول إنني الوصية على العيال عشان أقدر أصرف المعاش ليا وليهم. كلامهم صح. عموما لو عوزتي أي حاجة أنا معاكي. تعيش يا عم صبحي. الزمالة أصلها عشرة، والعشرة ما تهونش إلا على الظالم وابن الحرام. قصدك ما تهونش إلا على الخاين اللي ملوش صاحب ولا عزيز. عزيز ما اللي جاي لك طب طلعي وقلك يلا الفسحة جرب تخلص. أنا ماليش نفس. طب إيه رأيك بقى؟ أنا كمان مش جعانة وهنستنى لما نروح نبقى ناكلوا مع العيال. قبل النظرة قالت لي إنهم هيسامحونا السنة دي من المصاريف. حاجة. وقالت لي كمان لو عوزنا أي حاجة نروح نقول لها حتى بعد ما ناخد المسامحة. أوعي تزيد تكوني قلت لها على الكلام اللي قالوا لنا الحكيم. جوا أنت تكوني قلتيها لحد لحسن أمك تعرف وتتبح. وأنا معقول أقول حاجة؟ أمي قالت لي ما أقولهاش. يا ريت هترضى السنة دي إن إحنا نروح مع الأنفار. نشتغل يعني؟ إيوة نشتغل. هو عيب؟ لا مش عيب، بس أنت عارفة إنها رافضة الحكاية دي من زمان. جايز. جايز دلوقتي توافق. المهي اللي كان أبويا بيقبضها خلاص مش هتيجي تاني. بس المعلم سليم قال حاجة كده لأمي أنا مش فاهماها. أوعدي تكوني قلتيها لحد أو حتى تسألي عنها إيه هي. إياكي. صباح الخير يا استاذ مسعد. صباح الزفت. قولي صباحيه مباركه. قلنا نهارنا نادي، قلنا نهارنا عنب في عنب، قولي اي حاجه من دي. ليه انت اتجوزت؟ لا انا كنت اتهفيت في نافوخ عشان اعمل عامله زي دي. امال يعني عايزنا نبارك لك على ايه؟ هو مين يبارك للتاني؟ يالا انت جاي تبارك لي بعد 3 سنين جواز. 3 سنين جواز؟ اللي انا سمعته امبارح ده يقول انك لسه مجوز ليلة امبارح. فكرك كده؟ فكري وعقلي وداني اللي سمعت بيها دي اللي خلت جسمي يولع نار. اللي قولي يالا. قول. انت مش قلت لي من زمان انك نفسك تنزل مصر تزور اولياء الله الصالحين؟ الا نفسي ده قال له ادعي هناك ان ربنا يكرمنا ونخلف. طب ما تنزل يا اخي. ايه اللي منعك؟ صباح هي اللي منعك؟ قالت لي رجلي على رجلك، والحكايه زي ما انت عارف محتاجه شيء وشويات. ايش مصاريف لوكاندا؟ واذا كان على النومه انا ممكن انام في اي جامع، واذا كان على الاكل انا ممكن اكل اي حاجه. محلوله. وهتقوم بيها؟ اقوم بابوه. عارف ابوه؟ اقوم بيه. اسمع عاده شعبول لالا، انا هديك مصاريف القطر، بس ايه تنزل بطولك. صباح لا، وانا بقى هقوم بالباقي. انزل بطول ازاي واسيب صباح؟ يا دي انت لازم تقول لها انك نازل مصر. يالا ما انا اقول لها رايح فين. يخرب بيتك اقول لها اي حاجه. اقول لها رايح المركز اقدم على الشغل، اقدم طلب تعيين اي حاجه. اتعين ازاي؟ حد عنده جوز سدان ويروح يتعين برضو؟ يخرب بيتك اقول لها اي حاجه عشان تسلك. لازم اخد راي صباح في الموضوع ده. الزمه ده كلام؟ ده كلام ده؟ ده كلام واحد نفسه ينزل مصر يزور اولياء الله الصالحين؟ ده كلام ده؟ وزعل صباح ما ينفعش. صحيح على رأي المثل صدق اللي قال، كل قط ولخناقه. أنا أخنق في واحد وواحد يخنق فيه.